هذا عرس بحالو بحال الاعراس اللي هما مثلا انا ما عملت شي حاجه مختلفه على الناس، عملت واحد الاحتفال اللي هو يكونوا فيه الاصدقاء ديالي، وتنشكركم انتم جزيل الشكر اللي جيتوا احتفلتوا معايا بالعرس بنتي. هذا هو اعز ما عندي، هو الصحافه الوطنيه اللي هي جات وحضرت معايا، كنشكركم جزيل الشكر وشكرا لكم جميعا. ونتمنى ان شاء الله هذه الامسيه تعجبكم، وغنشوفوا حويجات هنايا ان شاء الله. ونتمنى انا ما عملت شي حاجه مغيره للناس، حالي بحال الناس، هادو غير العائله، وانتم ملي جيتوا انتم راكم عائله ديالي. اول عرس غادي نديروا لبنتي ان شاء الله، دعيوا معايا تكون ان شاء الله. النصيحه ديالي ننصح بنتي، نقول لها بانه هي ولا الراجل ديالها وهو الصبر باش يطولوا ويكملوا المسيره ديالهم، لان الحياه الزوجيه ماشي عرس او فرحه، او الحياه الزوجيه كتكون صبر. نتمنى ان شاء الله يكملوا مع بعضياتهم بالصبر ويتعاونوا حتى يوصلوا لذاك الشيء اللي هما كيقلبوا عليه.